مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم المشوار مع روان، مشوار لكل المتميزين. ورا كل نجاح مشوار طويل بنمشيه، مشوار مليان بالطموح والأهداف والأحلام. معانا ومعاكم النهاردة مشوار نجاح مشرف، دكتور حسام رضوان. مش أول لقاء بينا، ضيف خفيف على قلوبنا. أهلا بيك يا دكتور حسام، أهلا بحضرتك، ودايما من نجاح لنجاح. أهلا بحضرتك. دكتور حسام صاحب شركة هيلث كوتشنج، وموضوعنا النهاردة عن السمنة ومخاطرها وأسبابها. كشفت تقديرات لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة من الباحثين الدوليين من أكتر من مليار شخص يعتبروا مصابين بالسمنة، ودي حاجة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بكتير من المشكلات الصحية الخطيرة. ما بين المليار دول في أطفال وفي مراهقين، وفقا للتقديرات اللي انتشرت في اليوم العالمي للسمنة في 4 مارس. وبقت السمنة منتشرة لدرجة انها بقت اكتر انتشار كمان من النحاف في معظم البلاد، ما بين دول كتير منخفضة ومتوسطة الدخل. اهلا بيك يا دكتور حسام مرة تانية، اهلا بحضرتك، شرفتنا. اهلا دكتور بحضرتك. حسام، عرفنا بقى ايه هي السمنة، وامتى اعرف ان انا كده بعاني من السمنة؟ السمنة باختصار شديد هي تراكم دهون على المدى البعيد، بعد يعني على فترات بعيدة، ما بتتكونش بسهولة، ليها اسباب كتير جدا. امتى بقى اعرف ان انا يعني شخص بعاني من خلاص السمنة؟ اوبيزيتي او بعاني من السمنه؟ بالنسبه للرجال، لما نسبه الفاتس او الدهون بتاعتي تزيد عن 24%. بالنسبه للسيدات طبعا الموضوع بيختلف شويه، بتوصل لحد 32%. مظبوط دكتور. طيب السمنة ليها انواع كتير، قول لنا كده كل نوع منهم بشكل مبسط. هي ليها 3 مراحل او 3 انواع. المرحله الاولى بتكون من 30 ل 35%. دي مرحلة بدائية في السمنة، طبعا خطيرة، ولكن خلاص يعني مش مشكلة، مش كارثة، يعني الموضوع بيكون بريء شوية. من 35 ل 40 دي مرحلة تانية، أصعب وأخطر مرحلة فيهم، اللي هي خلاص اللي احنا ما ينفعش نسكت عليها أبدا ولازم ناخد خطوة، اللي هي بتبقى بعد 40%. أكيد دكتور، زي ما احنا عارفين السمنة مش بتسبب مرض واحد بس، بتسبب أمراض كتيرة جدا، ممكن تقول لنا جزء حتى منها؟ السمنة يعني يمكن احنا بنستهون بيها او بناخدها بشكل، بناخدها ان ولكن هو مرض عادي يعني. مرض عادي، او في ناس، زي ما احنا عارفين ان السمنة بس مش زي ما ليها آثار صحية، زي ما ذكرتها ليها آثار نفسية كتير جدا. من ضمنهم المنظر العام شوية، وخصوصا بين الشباب او الفيميلز او تنمر. الستات، الموضوع ده الناس كلها بتعاني منه. ده الشكل الظاهري، وده طبعا موضوع مش سهل خالص. في سايكل بقى او دوره مريض السمنه بيدخل فيها صعبه جدا، ان هو بيدخل في ديبريشن بسبب الدايت القاسي اللي هو بيعمله. فكل ما يدخل في ديبريشن اصلا سيكولوجيا بتطلب معاه ان ياكل فاست فود وسكريات اكتر. مظبوط. فهو بيدخل دلوقتي ما بين ان هو مش عارف يلتزم بالدايت، وكل ما يتاثر بضغط الدايت او بالضغط الاجتماعي بسبب مظهره، فدلوقتي بيضطر ايه، ياخد حاجات فيها فاست فود وحاجات سكريات او شوكليت او اي حاجه، فهو يفضل في الدايره دي. دي يمكن اصعب مرحله بيمر بيها مريض السمنه. بالظبط، هي مراحل السمنه كتير، يعني اللي هو اعرف بقى امتى ان انا وصلت كده لاقصى مرحله في السمنه. لما نسبه الفاتس بتاعتي تعدي ال 40%، تبقى كده انا في كارثه، جميل بيسموها السمنه المرضيه. جميل دكتور. طيب احنا اتكلمنا عن الانواع، واتكلمنا عن الاثار، واتكلمنا عن المخاطر، عايزين بقى نتكلم ازاي ان احنا نتجنب كل الكلام ده. السمنه اكبر يعني عشان نعمل كنترول الدايت، يعني ان انا اختار التغذيه بتاعتي على مدار اليوم، ان انا حتى وسط شغلي او وسط دراستي ان انا ما فيش اي مشكله ان انا اخد الوجبات بتاعتي معايا، ان انا اكل اكل نظيف، وان انا يعني اخصم شويه كالوريز انقصهم من احتياجي اليومي، واحاول بقدر الامكان ان انا اتمرن. الرياضه مهمه جدا في مرحله التخسيس. بدون قطع كلامك، بس في ناس كتير بتقول لا انا السمنه انا عايزه اخس، دي حاجات كتير، هروح جيم وهمشي على نظام دايت معين، لا انا شغلي، او مثلا لو واحده ست انا بيتي والمسؤوليات اللي عليها ما بتسمحش بده، اللي هو عارف ان الموضوع كبير، فلا انا هخليني بالسمنه زي ما انا ومش هتعالج. ففي ناس كتير برغم المسؤوليات اللي عليها والضغوطات عايزين نصيحة مبسطة، هعالج السمنة بس بشكل نصيحة مبسط. مبسطة، إن أنا يعني أدي الموضوع حجم شوية وأدي الموضوع أهمية، مش أستنى لما يحصل لي مشكلة في القلب، ما أستناش لما يحصل لي خشونة في الركبة، ما أستناش لما أدخل في مرحلة السكر، ومرض السكر من أخطر الأمراض، كلنا عارفين كده كويس. مظبوط. فالناس ما تاخدهاش باستهوان وإن أنا خلاص يعني إيه سمين يعني أو إيه شكلي زايد شوية، لا الموضوع أخطر من كده بكتير جدا. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش وقت في اليوم
هو اللي عايز حاجة يعملها. يعني حضرتك هو يعني بأبسط الإمكانيات، بأبسط الإمكانيات، حتى التمارين ممكن يعملها في البيت. التغذية كده كده كلنا يعني نقدر نتحكم في التغذية بتاعتنا. حتى هو ممكن يبدأ إنه يمنع سكر، يبتدي يختار أكله، يأكل أكل نظيف، مش لازم يعمل دايت قاسي جدا من أول مرة، لا هو يعمل اللي يقدر عليه على مدار اليوم. طيب.